أول مهمة كانت في المسجد في سيدي محمد، أكبر مسجد في سيدي محمد، أتجسس على الإمام واش يقول واش يروح مع من يجمع من يكمل خدمته وين يروح وقتاش ينوض، صدير كل شيء على هذا الإمام، تحركات تاعو كل شيء على هذا الإمام، مع العلم أنه سير عربي كانوا عاطينا دي زومبيرونس، دي زومبيرونس بريفي اللوغان بريفي أمبيرونس في شركة الأمل، شركة الأمل. هذه معناها عاطينك ذكرى عندك 5 ملايين وعندك سيارة، وهالسيارة هي أمبيرونس، ما كاش لي حبسك ما كاش لي وقفك بما فيها الجيروفار إلى آخره. ديرونجيك ما عندك حتى إشكال، ما عندك حتى إشكال. طيب. سيارة إسعاف ما كاش لي ديرونجيك. جسست على الإمام وكنت تأخذ لهم كل شيء على الإمام. وعطيناهم دي كونت روندو على الإمام. واش قشاش يدخل قشاش يخرج، دي مرات مني بلاسي واحد مثلا في الجامع يبلاسي مثلا نائب تاعه في الجامع ولا مقيم، هو وين يروح لحقناه حتى في وهران راه عند العائله تاعه، لحقته حتى في مستغاليم راح في واحد الموعده ثاني تاع علاوه عرفتها كيما هكا تاع قران لتلاوه قران ثاني جسست عليه، يعني عطيتهم دي كونتروندي عليه على التحركات تاعه من ثاني ما اخذ صور مع الأشخاص اللي يتكلم معهم، رقم السيارات اللي تلقى بهم، يعني أي تحركات تاعو كانت عندنا كل تفاصيل. بعد الإمام لحسب ما قلت لي وكتبت لي ديت تجسس على جوامع. بعد الإمام تجسسنا على رجال أعمال. رجال أعمال يعني رجال عنده مثلا مصنع للإسمنت، بيع الإسمنت مسلح جاهز، تجسست عليه تاني فترة تقريبا 3 أشهر. بعدها جسسنا على نائب رئيس بلدية. وش من بلدية؟ راك متذكر رئيس بلدية وش من نائب رئيس بلدية هذا وش من بلدية كان؟ مانيش متذكره، لا الاسم مانيش متذكره رئيس، ما وعلى ما أظن أنه ما زال رئيس بلدية في سيدي محمد، هذا الإنسان ما زال هذا رئيس بلدية، ما زال رئيس بلدية في بلدية سيدي محمد. طيب من بعد المقاولين الإمام بعض المقاولين هذا نائب رئيس البلدية ورجال أعمال بعدين نقلوك إلى المستشفى، بديت تجسس على مدير المستشفى وبعض المسؤولين اللي في المستشفى. من بعد نقلوا لي إلى غليزان، يعني غليزان فيل، يعني لو سونتر تاع غليزان، تم اللي دخلت الاستكتور تاع غليزان وعطوني مهمات جداد، وهم انه تجسس على المستشفى، يعني شكون هما تاع في المستشفى، تجسس على مدير المستشفى، تجسس على اطباء، يعني اطباء مثلا سبيسياليست قال سليماني، سبيسياليست تاع العظم والليناير، قال سبيسياليست تاع الشيريجيان، يعني اطباء كبار تجسست عليهم وجسسنا ايضا على نائب مدير المستشفى، يعني عطيناهم قاع دي رابور عليه واش يدير واش يعمل واش قاش دخل واش تخرج مع من كان واش كلا واش شرب عفسه كيما هكا، كل التفاصيل اللي تجسسوا عليهم تنقلوا لهم كل التفاصيل كنا نتناوبوا عليهم سي العربي، كنا نتناوبوا على هذول، يعني الشخص المعني مراقب 24 ساعه على 24 ساعه، انت واخرين مخبرين اخرين ما تعرفهمش هما، لكن انت عارف باللي المخبر يعطوك الصوره تاعو، يعطوك الصوره تاعك، يبعثوا لك الصوره تاعك ولا سي يفوت تتلاقى به مره واحده ويعطيك الكلمه كلمه السر. واش كانت في الغالب شنو هي كلمه السر؟ مثلا غليزان غردايه، مثلا مصطفى محمد، يعني كلمة يعني نفس الحرف الأول نفسه باش تعرف باللي هذا بالفعل راهو مخبر مثلك انت، هو الروليفير تاعك انت ما انت باش تقدر تغادر المكان، سادي الغوبو تاعك هذاك، هو كي يجي هو تتغادر هذيك هي. مرات كنتوا تخدموا، قلت لي مرات كنتوا تخدموا بشكل متواصل، يعني تقدر تشتغل 15 ساعة في المكان اللي بحثينك فيه أو في الجهة اللي تعس فيها. الجهة اللي عسينا فيها مرات طلب لنا الأمر تقريبا
48 ساعة في برا في الشارع على مراقبة الشخص المعني. يعني مرات 48 ساعة يومين وانا قاعدين نشوفوا نترقبوا فيه، يعني من تقدر الأمور يومين وتلاحظ هذا الإنسان يعني تفيلي تفيلي كما يقولوا، وما تفيلي تفيلي يومين